السلام عليكم، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديدة إن شاء الله على القناة. رحنا في يوم ديال العواشر، رمضان قرب إن شاء الله يدخل لنا بالصحة والعافية وطول العمر. درت تلو كما أي أسرة مغربية، قررت نتقاسم معكم طريقتي في التحضير ديالو. دونك أول حاجة نبدأ بالمقادير. هنا عندي 250 غرام ديال الدقيق، دقيق محمر في المقلاة كما مهم، كل واحد وطريقته، كي يديرو في الفران كي يديرو في المقلاة. انا جاني سهل انا نديرو في المقلاة. دونك ديت ورديت فيه حتى خدا اللون اللي بغيت، ومهم خصو يتحرك مستمر كما كتعرفوا باش ما يتحرقش. ومن بعد غربلتو. هذه 250 غرام ديال الدقيق، وحده اخرى اللي حمرتها مع شويه ديال الزبده. دونك درت 125 غرام ديال الزبده في المقيله، خليتها تذوب، ومن بعد ضفت عليها الدقيق ديالي 250 غرام كما قلت لكم، وبقيت كنحرك فيها نحرك فيها نحرك فيها. في الاول غادي نشف، ولكن عادي معليش، غير خص الواحد يبقى يحرك فيه مزيان باش ما يتحرق من التحت، حتى كتطلق ديك الزبده ويولي ياخذ لا فورم اللي بغيناه. الا كنتو لاحظتوا بانه الزبده كانت كثيره، حتى على حسب النوعيه ديال الدقيق، الزبده كانت كثيره وبقى لكم يدم بزاف، من الاحسن تقطروه من بعد. مي انا جاني هو هذاك. ولا غير اللون يكون هو هذاك، باش مهم ما تخليهوش يدوز فيه اللون باش ما يتحرقش وصافي. هنا عندي 250 غرام ديال اللوز محمر في الفران، و 250 غرام هذا سلقته، ومن بعد قشرته وقليته. المهم الطريقه اللي كيعرفوها كاع المغاربه. والنص الاخر كما قلت لكم 250 غرام درته في الفران، مسحته، غير مسحته وما غسلته ما والو، ودرته في الفران يتحمر. انا لاحظتو في السنين الاخر راني دايره دوك القشور اللي حيدتهم، داك اللوز اللي سلقته درتهم حتى هما يتحمروا، وغادي نطحنهم ونزيدهم مع الخليط. هنا عندي عاوتاني 250 غرام ديال الجنجلان محمره في المقله، و 250 غرام درتها في داك الزيت اللي قليت فيه اللوز، درته فيها وخليته يتقلى شي شويه، ماشي بزاف. المشكل ديال الجنجلان البنات راه الا فوتو له الطياب كيولي مر باي طريقه، كسوا في الفران ولا في المقله ولا هنا في الزيت. دونك حضيو معاه غير على ما يتنفخ شي شويه، ونحيدوه من الزيت ونديروه يستقطر من داك الزيت. فوالا غادي نخليوه يتقطر مزيان. انا خليته ليله كامله باش خوا كاع داك الزيت منه. وندوزو البقيه ديال المقادير. هنا عندي 70 غرام ديال مخلطه ما بين نافع وحبه حلاوه اللي طحنتهم. هنا عندي معلقه ديال القرفه، اللي كيبغي القرفه مزيان يقدر يدير حتى جوج معالق، هادشي كيبقى شخصي. هنا عندي 125 غرام ديال السكر اللي طحنتها مع 5 غرام ديال المسكه الحره، والعسل ما عنديش قياس الصراحه، يعني درته بقيت ندوق وصافي. هنا غنبداو الطحين. غادي ناخذ داك اللوز اللي حمرته في الفران هو الاول، غنديرو كامل ونطلقو في يتطحن في اي طحانه موجوده مهم في الدار، حتى يولي بخالين، حتى كيطلق الزيت ديالو، حتى يولي بداك الطريقه باش شفتو في لا فيديو. بالنسبه لداك اللي قليتو في الزيت، لا غادي نطحنو غير شي شويه يبقى هكذا، يعني باين مرطويات. دونك بجوج نحطهم في داك اللاطافين، غادي المهم اللي طحنتو كنحطو في اللاطافين، غادي نخلط. بالنسبه للجنجلان خديت واحد شي شويه من داك المحمر وشي شويه من داك المقلي، خليته اكوتي باش نخليه صاين، وطحنت عاوتاني الاخرين. هذاك اللي مقلي طحنته حتى غيولي بخالين، حتى يطلق الزيت ديالو. مهما كزدت ما زدتش البنات كاع لا ماتيغ غاس، ما زدت لا زيت لا زبده لا حتى حاجه، غير هاد المواد تلقوا الزيت ديالهم. ودابا داك اللي فوتو في الفران حتى هو طحنته حتى ولا بخالين. مهم درت كل شيء في هذيك اللاطه اللي غنحرك فيها. هنا بنتي معاوناني لعطيها رضا. وهنايا مهم زدت هذاك الفرينه اللي حمرتها في الزيت في الزبده باردون، زدت هذاك الجنجلان اللي خليته ساين، غندير السكر مع المسكه الحره حتى هو،
المهم كاع المقادير اللي كانوا باقيين لي نزيدهم على هذوك اللوز والشنجلان اللي طحنتهم، قرفه، هذاك القشور ديال اللوز اللي قلت لكم راني حمرتهم في الفران وطحنتهم، والنافع وحبه حلاوة. وفي الاخير غادي نزيد لافارين ديالي اللي كنت حمرتها في المقله، ونبدي ونخلطوا المقادير ديالنا كاملين. بون هاد المرحله من الفوق كتبغي شي شويه ديال الجهد البنات، خاصو الدليك، لان ما غاديش نزيد فيه لا زبده لا زيت لا حتى حاجه، غير هذاك الزيت ولا هذاك المواد الدسمه اللي تلقوهم لي زانغريديون هما اللي غادي نخلط بهم. ولا هنا زدت واحد شويه ديال العسل، زدت غير نصف ديك الكميه اللي شفتوها عندي، حتى دقت في التالي عاد جي اجوستي، وغادي نبدي نخلطهم حتى يندمجوا لي المقادير كامله. كما قلت لكم خاصهم شويه ديال الدليك، خاصهم شويه ديال الجهد باش داك الزيت ديالهم فان ديك الماده الدسمه تخرج وتطلق. المهم اللي بغى يخدم الروبو في هذه المرحله يقدر تخدم الروبو، يعاون بزاف، غير واش هي هذاك الجنجلان اللي كنا درناه صاين وهذاك اللوز اللي شويه مهرمش ما نديروهش في الاول، نخليوه حتى الاخر، سينو غادي كلشي يتطحن ويولي زبده. دونك نخليوهم حتى التالي، حتى توصلي ديك لا تيكستور اللي بغيتيها عاد زيديهم. كان كاين الجهد دليك حتى توصلي لا تيكستور اللي بغيتيها بيان. لي بغي ديك لابريونس في السلوه البنات تقدروا تزيدوا شويه ديال الزيت، انا ما درتهاش باسكو المنظر ما يهمنيش بزاف، ولكن الا درتي شويه ديال الزيت كتعطيك لابريونس في النتيجه النهائيه. اي فوالا، هذا هو السلو ديالنا. كما قلت لكم راني ما درت فيه لا زيت لا زبده مذوبه، ابغ هذيك 125 غرام اللي كنت درتها في الاول مع الطحين باش حمرته، ابغ غير هما المواد تلقوا الماده الدسمه ديالهم. نتمنى لا فيديو تعجبكم وتطبقوا هذه الطريقه وتردوا ليا في لي كومونتير. نشكركم بزاف على المشاهده، ونتمنى تشجعوني كيما العاده اشاك فوا باللايكات ديالكم، واللي عاد اول مره يشوفني نتمنى تابونا في لاشين ديالي، ومرحبا بكم ورمضان كريم. السلام عليكم.